بسم الأب والابن والروح القدس. اليوم قراءتنا هي من إنجيل يوحنا الإصحاح الأول. ما زلنا بعد المقدمة اللي كشف بيها كاتب الإنجيل يوحنا عن حقيقة الكلمة، وبنفس الوقت أيضا دائما يصب اهتمامه على يوحنا المعمدان. شخصية يوحنا كاتب الإنجيل، ما هو يوحنا المعمدان؟ فلا تدمجون. صحيح الأسماء هي نفسها، بس يوحنا كاتب الإنجيل غير يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان شخصية مهمة عند يوحنا كاتب الإنجيل. تشوفون أول ما يبدي المقدمة، أول ما يخلص يقول وكان رجل يدعى يوحنا باعهنا. فيوحنا شخصية كلش مهمة عند يوحنا كاتب الإنجيل، يوحنا المعمدان اللي عمد يسوع. إنجيل يوحنا دائما أكو لكل إنجيل لقب. شون ما احنا عندنا انجيل مرقس، اللي يتعمق بمرقس راح يشوف بان يسوع يحكي وايا على الطريق، فنصيحه انجيل الطريق. دائما يسوع دا يمشي ويسوي معجزات، وهو دائما يكشف نفسه بانه هو الطريق. فمن تكثر الكلمه وتتعدد في مكانات كثيره بالانجيل، ذاك الوقت كاتب الانجيل راح ياخذ لقب هاي الكلمه، انه دا يكشف يسوع انه هو الطريق. لكن يوحنا هو يطينا اكو كلمه دائما ترن، دائما ترن بانجيل يوحنا، ودائما تتكرر ويكررها يسوع على لسانه من يقول انا هو المن النازل، انا والراعي الصالح، انا هو باب الغراف، انا وانا وانا. وهذه الانا هو هي ايجو ايمي، اللي هو انا اكون. وكانه دا يودينا على مكان لما سأل موسى، قال له الله، قال له أنا أروح الفرعون، شو أقول له أنت منو؟ قال له إهي أنا اللي هو أنا. بس لما ترجموه بسبعينية، ترجموه حسب الترجمة السبعين، ترجموها أنا أكون، أنا هو. فإنه كأنه يوحنا دي باوع على هذا الخطاب، ويسوع دي يتكلم بأنا هو. فإذا إنجيل يوحنا هو إنجيل الهوية. إذا واحد يريد يعرف يسوع، هوية يسوع الحقيقية، يقرأ إنجيل يوحنا، لأنه يسوع يكثر من أنا هو. هاي هويتي، وهوية اللي موجودة عند يسوع بالمقدمة نشوفها، أني اللي ويا الله. إذا أني هو ابن الله، واني جوهر الله، واني كنت بالخلقة. شوفوا شلون دا يرجعنا يوحنا حتى نخلي هوية ليسوع، ومن خلال هذه الهوية نعيش حياتنا الإيمانية. يعني أنا اليوم يسوع عنده هوية بحياتي، والهوية هي كاشف عنك. ولهذا الإنسان تضيع هويته، يضيع وجوده، وما يحترمه ويخلوه واقف على صفحة لأنه نسى هويته. اعطيني هويتك حتى اعرف انت منو، انت ابن منو، انت ما اعرف شنو. اذا الهويه تكشف حالك وتكشف وضعك وتكشف حتى نوعيه وجودك. فلما نخلي المقدمه هيك بهالمستوى هذا، فاحنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا فشيء عظيم، انه الان احنا في غمار انجيل الهويه، انجيل يوحنا. دائما ادور على هويه يسوع، لانه اخوتي واخواتي، يمكن اقول لكم فشيء، مرات احنا نؤمن بإله ما عنده هوية. ليش؟ لأنه إيماننا ما مؤسس تأسيس صحيح. شوفوا الإيمان ايش وقت يكون إيمان حقيقي؟ لما نتعيشه. لما يكون إيمان مجرد كلام ولغو وحكي، ذاك الوقت اوكي هذا يفتهم، بس لما يعيش الكلام اللي يحكي، ذاك الوقت راح يكون شنو؟ يكون جرس، كل كلمة جرس قوة. ولهذا يسوع يعطينا هالإمكانية، إنه هي أنت حياتك كلها لا تسكت نفسك، وحتى لو أهلك يسكتوك، حتى يقول لك أنت منو؟ أنت واحد صغير، شو تطلع لسانك؟ روح طلع لسانك، روح احكي. إذا أنت مؤمن بنفسك، مؤمن بوجودك، وجودك متأسس على نفسك وعلى علاقتك بالله، لا تدير لحد بال ابد. قرايبك، اهلك، ما اعرف منو، ما حد يقدر يوقفك اذا انت مؤمن بنفسك.
لكن إذا أنت مشوه مع نفسك فالكل راح يسكتك، والكل راح يقول لك إحنا حسب مكانتنا نقول لك اسكت. أبد أخوتي وأخوات، شوفوا يسوع هنا هويته هي الحاسمة. وأنت شنو هويتك ذاك الوقت من تقول أني الخادم، أني الشافي، أني الرحوم، أني المحب؟ هذه كلها تساعدك على أن توقف على حيلك وتشوف نفسك كشجرة وحدك، وده تتغذى من نعمة الإنجيل والروح القدس. كافي، لا تباوع على أحد، انمو. من تباوع على أحد عمرك ما راح تنمو، لأن الناس اللي حولك ما يريدون ينمون، يريدون يكونون نايمين، فيجروك وياهم، تعال نام ويانا. بس لما تكون مختلف غير شكل، to be different. عيب مجتمعنا اليوم، كنيستنا اليوم ما بيها ديفرنس. اللي يطلع يشبه هذا ويشبه هذا ويشبه هذا، الكل لازم على اسنان المشط. ابد، يسوع ما يريد هيجي ناس، يسوع يريد ناس مختلفين. انا مختلف عنك، انا عندي غنى وانت عندك غنى وهذا عنده غنى، ليش طامين بالقاع؟ ولهذا اخوتي الهويه تحسم لما نتعيش، لما نتعيش بلا هوية. مارك توين هذا الكاتب العظيم يقول هناك شعوب تعيش بلا هوية. أصعب شيء إنك مسيحي بلا هوية. شنو هويتك؟ ما أعرف. حافظ كتاب مقدس، حافظ كلمة الله، ما أعرف. حافظ الصلوات، لا ما أعرف. عندك وقت ويا الله، لا ما عندي وقت. شنو هويتك؟ أنت مسيحي؟ المعمودية تسويك مسيحي؟ أنت مو مسيحي. مسيحي حياة، هوية أعكسها وأكون أنا مختلف، ما أكون مثل هذا وذاك حتى رضي هذا وذاك. هذا يسوع يعلمنا إياه، إنجيل الهوية. فتشوفون اليوم فد لقاء حلو عظيم هنا، أنا إش قد ما نقدر نركز عليه إنه أجواء هي عماذية. بعد ما يوحنا عمد يسوع، الآن بدأ يوحنا ينطي كلام، وهذا الكلام ما هالقد مفهوم عند الناس تلاميذه وحتى نفسه. كل ما كان يمشي يسوع ورا المعمودية، مشى يسوع كان واقف في يوحنا المعمدان، كان يقول هذا هو حمل الله الحامل خطايا العالم. مين جبت هذا اللقب؟ يوحنا. تعرفون انتم كل الكتاب المقدس، كل انبياءه ما قايلين فد يوم انه المسايا او المسيح راح يكون حمل الله؟ مين جبت هاي حمل الله؟ مين جبتها؟ فاذا هذا وحي. شوفوا الوحي من ينطي شيء للانسان اللي يعرف هويته. انطاه وحي بانه هذا يسوع حمل الله، هو المسايا، هو القوي. بس حمل واحد انسان ضعيف، خلينا نقول بين قوسين، ماخذ صفه الحمل، هذا الحيوان الضعيف اللي متكل على الكل وبنفس الوقت ما يقدر يدبر أموره. لكن ليش سماه حمل الله؟ هنا يوحنا للمرة الثانية بالمقدمة ودانا على سفر التكوين، وهسه هم يودينا على العهد القديم ويشوف يسوع بأنه هو الحمل الفصحي اللي صار بالضربة العاشرة في سفر الخروج، كيف أنقذ هذا الشعب من خلال دم الحملان اللي خلوه الإسرائيليين على خلوه على البيبان ولم يصبهم أذى، لكن أبكار المصريين أصيبوا بالضربة العاشرة. فهنا ديباوع على هوية يسوع بأنه هو ابن الله وهو حمل الله. ليش حمل؟ لأنه دمه راح يشغلنا وراح يدخلنا في محورية الخلاص. كل الشغل على انه هو الحمل. ولهذا يوحنا يكتب هذا اللقب او ينطي هذا اللقب ليسوع حتى بسفر الرؤيا. بس شو يسوي؟ يقوم ينطي دلالات بعد اكبر، يسميه الحمل ويسميه الاسد من عشيره يهوذا. فيسوع ياخذ هويه مزدوجه، هويه الحمل الضعيف اللي سيقى للذبح، مثل ما يقول الشعية 53، كشاة سيقت للذبح، زين، عبد الرب المتألم. باعوا هنا عيون يوحنا على سفر الخروج وعلى إشعياء. وبنفس الوقت راح تشوفون أنه مو بس هذا هو الضعيف، ولكن هذا ليعلمك أن تزأر، أن تكون أسد. ولهذا يسوع أخذ هالصورتين
هالسورتين في سفر الرؤيا آخر كتاب من الإنجيل. فإذا يوحنا أنت أول صرخة قال هذا هو حمل الله. إيش سوى؟ لخص كل العهد القديم بهالجملة. عجيب، هل من الممكن أنه نفهم يوحنا؟ إحنا أهل الأشغال، الناس مشغولين، شلون أسوي البزنس، شلون أسوي الدنيا ماتي، شلون ما أعرف شنو. أنت راح تفهم شنو حمل الله، أنت راح تفهم. لازم تنطي مجال، تنطي سبيس روم، تنطي مجال ليسوع بحياتك حتى تنضج الكلمة، لأنه بعد ماكو مجال الكلمة نتنبت، انتهيت، مسحت، الروح القدس ماذا يشتغل. ولهذا نحتاج مسيحيين يفهمون يوحنا، لأن يقول هذا هو حمل الله. فإذا الخلاص الريدمشن، كل الأمور العظيمة اتجلت في يسوع الما معروف من البس يعرفه من بين العالم، يوحنا المعمدان. شوفوا هنا ثاني يوم يسوع يوحنا واقف ويا اثنين من تلاميذه، واحد منهم هو أخو بطرس أندراوس. هذول كانوا تلاميذ يوحنا، ويوحنا كان عنده مدرسة التقشف، ومثل ما نسميها قبل الرهبنة، يعني اللي يدخل يمه يترهبن، لازم يصوم، لازم ما يأكل، لازم يصلي، لازم. وهلما جرا أقوياء كانوا واقفين وياه، همين طلع من جديد يسوع دا يمشي قال هذا هو حمل الله. شوفوا المرة الثانية هسه أزعج تلاميذه. ليش؟ لأن التلاميذ يعتبرون يوحنا معلمهم هو الصحيح، هو الحقيقي، هو النبي. ستحكي على يسوع، يسوع من يعرفه؟ أنت الحقيقي، أنت اللي الله اتدخل بمجيئك لهالدنيا وخلى أمك العاقر أنه تحبل، وأبوك العقيم أيضا انطاه قوة الخصوبة، أنت اللي الله اتدخل بيك، بس من يسوع؟ بعهنانا. فبدأ يحكي يوحنا. يوحنا عبالك شاهد قدام جوري بالمحكمة، شاهد شهادة تستمني. شوفوا هنا وقف، كان يقول ايه انا اقولكم بابا راح يعكس كل الامور، لانه كلمته مسموعة. يوحنا باعوا ما حكى على نفسه ولا حكى ولا مثلنا ننفخ بروحنا فكر بهواي عالي. يوحنا قال لا أني شفت. بعض أساليب التبشير للي يريدون يبشرون، أني شفت وأني أظهرت هالشي وأني راح أشارككم بهالشي. ثلاث أفعال تبشير: to see, to show, to share. هاي الثلاث أفعال مهمة لنا اليوم. أني شفت، الروح بالعماد نازل على كتف يسوع، تأييد من الله بأنه هذا هو حمل الله، هذا هو ابن الله. بعض أني شفت، هاي أول كلمة شهادة. ثاني شيء، وأني أعلنت هذا هو حمل الله. وهسه تعالوا أني راح أشارككم بما أني أحس به، بما أنه أنا أعيش. الله، شوفوا ثلاثة أفعال ما تجي تخربط بحياتك كلها وبعدين تقول أنا مبشر. شايل مسطرة خاصة مالتك وتقعد تقيس كل شيء غيرته، ليش؟ حتى أحصل. شوفوا هذا يوحنا المعمدان، الصبعة دائما من يصوروه بالمكانات كثيرة، لوحات دائما يصورون أصبعة طويل، يعني هذا الأصبع طويل بعد هيك لهنا. ليش؟ لأنه هذا الأصبع يمثل توجهك وخضوعك لمشيئة الله مو مشيئتك. هذا الأصبع اللي يشير إلى حمل الله، هذا الأصبع لازم يطول، لازم يبين حضوره بحياتك، لازم هذا الأصبع يقول بأنه هذا هو يسوع وأني هذا اللي أؤمن به. لكن أني أقول هذا هو يسوع وأني أؤمن بنفسي، كل شيء أجيبه لنفسي وبعدين اروح اكرز للناس باسم يسوع، ولكن الاصبع دا يتوجه لنفسي.
اليوم انا اخدم بالكنيسه بس اهم شيء يجي شنو؟ يجي الاهتمام الي مو ليسوع. هنا نخربط. ولهذا الكنيسه تحتاج الى رجال دين، الى خدام لهم اصبع، هذا اصبع الاشاره يأشر على يسوع، لان يسوع هو اللي يجمعنا وليس شخصياتنا الجميله ولساننا الحلو ومواهبنا. انما يا اخوتي لازم كل مسيحي يشير الى يسوع ويعرف بين كثير امور بحياته انه يميز بين انت الاعظم انت الاهم. هذا اللي سواه يوحنا المعمدان وعلم به تلاميذه، وده يقول لنا فعل التخصيص. شوفوا لما سمعوا هذا الحكي منه تلاميذه انزعجوا، لانه هذا ايش ده يقول لنا؟ ده يقول لنا بانه مو هو الحقيقي، انما هذا هو المصدر، السورس، السنتر، السنتر. اني وين دا اروح؟ اني ليش رايح يم يوحنا اذا هو اله الخلاص موجود؟ ولهذا اخوتي هذا في صوره انه هذول الاثنين عافوا يوحنا دا يحكي، عافوا وراحوا ورا يسوع. اكو بينا هوايه يستخدمون وسايط كثيره حتى يوصلون لله. اكو هوايه ناس مثل التلاميذ يوحنا راحوا على يوحنا حتى يوصلون لله، بس يوحنا هو واسطه. ليش ما اروح قبل على اله الخلاص؟ اليوم هوايه كثرنا من القديسين وحياه نعمه القديسين، بس مرات نوقع بفخ انه القديس يصير اعظم من يسوع. ما نذكر اسم يسوع باليوم بس نذكر اسم القديس، لانه القديس سامعين عنه يسوي معجزات. شوفوا هنا التلاميذ مال يوحنا عافوا يوحنا، قالوا ما دام هذا هو اله الخلاص، هذا هو حمل الله، عافوا راحوا ورا. ماكو بعد واسطه، ما نريد واسطه، احنا قبل نوصل. شنو المعنى؟ المعنى انه مرات نضيع بالواسطات. ديروا بالكم على يسوع اله الخلاص، لازم تلتقون به، لانه لما الروح القدس يدخل بحياتك اصبعك هذا مال اشاره راح يطول وراح تعرف هذا هو يسوع. الواسطه اميزها، ولكن اهم شيء يسوع انه التقي اللقاء الشخصي. اخوتي واخواتي تأكدوا إذا ما يصير لقاء شخصي ويا يسوع مباشر ما رح إيمانك ينمو. فديروا بالكم نكثر من الوسائط اللي توصلنا لله، وأوردي يسوع هو سلم يعقوب اللي يوصلنا للسماء. شوفوا هنا لما كان دا يمشي يسوع الاثنين جوي ورا باعوا، شون واحد دا يمشي وكو اثنين ورا دا يمشون؟ كان دار وجه يسوع شكل لهم سؤال، ماذا تطلبان؟ ماذا تطلبان مو سؤال طبيعي لما يذكر يوحنا. يوحنا دائما استاذ بالأسئلة، من يروح يشوف يسوع واحد مريض يقول له شو تريد؟ ها شريد أتريد أن تطهر؟ ها بس السؤال يرن براسك، ليش خلى هالسؤال؟ هالشي طبيعي، مريض يجي على يسوع يجرجر بهدومه غير يريد شفاء. بس لما يوحنا يخلي السؤال معنى اكو قنابل راح تصير، قنابل تعليميه، انه قل لي ارادتك وين؟ قل لي عن ارادتك، شلون ارادتك؟ الجيج مال اراده، القياس مالتك. باعوا هنا اخوتي، قال لهم ماذا تطلبان؟ مو ماذا تطلبان يعني شو تريدون؟ ماذا تطلبان لحياتكم؟ ماذا تطلبان من نوعية وجودكم؟ ليش جايين ورايا؟ حتى شو تريدون؟ حتى شو تحصلون؟ أنا أقدر أنطيكم، بس السؤال ناس شو تريدون؟ شو تريدون جايين للكنيسة أخوتي وأخواتي؟ تريدون قربان؟ خبزايا، الله وكيلكم. إذا أنت ما مؤمن حقيقة بهوية يسوع القربان خبزاية ما يغيرك، كل شيء ما أكلته وطلعت وبعدش تكرهين أختك وبعدك تكره ما أعرف منه وهلما جرن الخبزاية ما سوت شيء. لما تؤمن يصير القربان فاعل. شوفوا ماذا تطلبان؟ أنتم تؤمنون بي شو تريدون؟ أين تقيم؟ يقولوا له أين تقيم؟ أين تمكث؟ إخوتي شنو يعني أين تمكث؟
دي يسألون على عنوانه، مكان سكنه، لا، أين تمكث؟ معناه أخوتي سمعوا، معناه هل عندك مجال إلنا بحياتك؟ أكو فد عيب وسوء فهم صاير عندنا، إنه كثير من الناس من تصلي تقول تعال يا رب واسكن في قلبي. ترى هذا المشهد يسوع اللي يدعوك لبيته، مو أنت تدعو لقلبك. ديروا بالكم، صايرين إحنا أصحاب البيوت اللي تفتح وتنسد بإشارة من عندنا، صحيح، بس اليوم المشهد يقولهم تعالى وانظرا. ليش ما قال لهم وصف؟ ليش ما وقف من قالوا نريد نجي يمك؟ أي كان يقول لهم سوري ترى بيتي صغير، سوري ترى أنا ما عندي وجبات، سوري أنا راح أقعد أعلم وأطلع برا فتجون ويا. ما حكى كل شيء، بس قال لهم تعالى وانظرا. تعرفون ليش إخوتي تعالى وانظرا؟ لأنه احتمال حياتي ما تناسب حياتك، احتمال حياتي ما تناسب حياتك. فهنا أنا لازم تقول يا رب أنا حياتي دا تناسب حياتك، يا رب أنا دا أصلي لك، يا رب أنا دا أعيش النعمة من خلالك، يا رب أنا دا أعيش الغفران، يا رب أنا قاعد ببيتك، أنا داخل يمك، شايف حياتك، شايف حضورك، شايف معجزاتك، شايف القوة العجيبة اللي بداخلك اللي توجهني عليها. شوفوا هنا هاي كلها أسئلة. فهذا اللقاء أخوتي لقاء عظيم جدا. تعالى وانظرا، تعالوا وانظروا، مو جيتوا للكنيسة بالمعنى أن دخلتوا ببيت يسوع. أنا أوصيكم بأنه الدخول إلى بيت يسوع ما هو دخول مادي، الدخول هو قلبي، حيث يكون قلبكم يكون كنزكم. ما قال، شوفوا، ما قال حيث يكون كنزكم يكون قلبكم. قلبك هو كنزك. إذا عرفت يسوع وين هناك، ادخل في حالة الصلاة، اغلق بابك، صعد الحدود، الآن ادخل في حيز الوجود مع يسوع حتى يخليك تعيش الحياة الحق. اخوتي شيء مهم، شيء مهم اليوم. تعرفون انتو اكو شيء سحو طاقة الدعوة. طاقة الدعوة شنية؟ لما اندراوس وهذا صاحب عرفوا بانه هذا هو حمل الله. تعرفون سووا؟ هاي رجليناتهم صارت رجلينات مال فسيفس، قاموا ركضوا. هذا ركض على اخوه، على سمعان، قال له شفنا المسايا. ذاك راح على فيليبس، بعدين فيليبس راح على نثنائيل. صاروا اثنين، شوفوا هنا، اثنين أربعة، ستة، بعدين صارت معجزة عرس قانا. صاروا ستة وعرس قانا ست أجرام فارغة، ويسوع حولها من ماء إلى خمر. ديروا بالكم، باعوا لاهوت يوحنا شقد قوي. اثنين بأربعة صاروا ستة، وبعدين يسوع سوى معجزة. معناه هذه الأجران هي كل واحد من عندنا حياته عادية ماي، بس لما يدخل يسوع يحولها إلى حياة بيها طعم، وتحول إلى الخمر. وشوف اليوم تجي للكنيسة كن فارغ، خلي ترسك الله، وخلي حولك يسوع بقدرته العجائبية. ولهذا احنا نشوف هذا سمعان اللي سمع من أخو أندراوس، يسوع أول ما شافه قال له بعد اسمك مو سمعان، اسمك بطرس. اليوم تتغير أسمانه. I wish إنه صحيح ناخذ أسماء بالعماد، بس روحوا تشيكوا على أسماءكم بالعماد. يا حبذا لو الأب والأم ما عدا أن يختار اسم قديس، لأنه هواية ناس ما يديرون بال، بس يا حبذا لو يخلون لقب. شون يسوع كان الحمل؟ اليوم أنت جيب ابنك وسميه اسم مو قديس، بس سميه الشافي، سمي ابنك الرحوم، الكاروز. خليه يعيش، خليه هذا الطفل تقول له ابني سميتك بالعماد الشافي الرحوم، راح يعيش حياته كلها رحوم. بس اخليه لقديس، قديس اصلا ما يعرف هذا والد هنانا، ما يعرف منه مار شربل لو مار يعقوب لو هاي، ما يعرفون هاي كلهم هذولك باك هوم. بس ايش قد حلو نطي اسم شربل
انطيه، بس انطيه لقب إله. شون يسوع هو ابن الله، هو الحامل خطايا العالم. انت اليوم راح تولد الشافي الرحوم الخادم الكاروس. ذاك الوقت أولادنا راح يصيرون أنبياء ونبيات. آمين.